السيد الممثل المركز المغربي للتربية المدنية، أخوات اتحاد التقدمي للنساء المغرب، أخوات عضوات المركز الوطني للمرأة العالمي مع التحليل، أصدقائي ورفاقي في النقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية، منضمين تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم اتحاد المغربي للشؤون، إخوان الأخوات المساعدين التقنيين والإداريين، السادة والسيدات، نساء ورجال التعليم، أخوات العاملات بالنيابة، الحضور الكريم، الرفاق، الأصدقاء، الإخوان، الأخوات، صباحكم سعيد وتحية بعطر حبنا للمرأة المغربية النقابية المناضلة. سعداء أن نحتضنكم في هذا الصباح الجميل الذي يتصادف مع حدث وطني كان له تأثير كبير على مجريات هذا اللقاء، وهو تكت المغاربة اليوم في مدينة الرباط في مسيرة وطنية تعبر عن اتحاد المغاربة وإيمانهم بقضية وحدتهم الترابية. نحن ايضا حتى وان لم نحضر في مدينه الرباط فقلوبنا مع كل المغاربه، نعبر من خلالها عن تشبثنا بوحدتنا الترابيه. نعتز بحضوركم وبحضور كلنا معنا في هذا اللقاء الجميل اللي كنعتبره لقاء عالي بين المناضلات بالخصوص، وحنا في اطار الحديث ديالنا وايماننا بالمناسبه ما بغيناش اللقاء يكون خاص بالمراه، ولكن اتمنى ايضا بحضور بعض الرفاق المناضلين معنا. الشكر هو موصول ايضا لكل من ساهم في الاعداد لهذا اللقاء، واخص بذكر المركز المغربي للتربيه المدنيه، أخص أيضا المركز الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المحمدية، وأيضا أخص بذكر مرحبا بسعجل، هاك إلى الأسف، تفضل سعجل، تحية لسي عشان تيكو، الأخت وفاء، فقلت حنا سعداء أن في هذا اللقاء اللي كيحتاج كيجمع عائلة المناضلين والمناضلات. المناسبة تشرف كما يقال، والمناسبة هي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. فقلت احنا سعداء اليوم أن نفتح نقاشا حول حضور المرأة في هذا المكان. وكما تعرفون ولا يخفى عليكم، العمل النقابي اليوم في المغرب كيعرف مجموعة من التحولات. هناك مخاطر عميق تعرف الحركة النقابية اليوم في المغرب. ما كنا لنتصور أن تجتمع أربع نقابات ضد حكومة، لكن اليوم في إطار التصور الجديد الناس كلها وعات، بدات كتوعى وكتفهم وجهة النظر بين النقابات كلها، راه ما يمكنش تزيدو. الناس بدات كتراجع أداتها، ما هي سبب الانشقاقات، كيفاش ان المانيا فيها نقابه وحده، اليابان بعظمتها وقوتها وجبروتها فيها نقابه وحده، امريكا بقطب اقتصادي كبير في اوروبو نقابي واحد، وفي دوله متخلفه بحال المغرب كاين 34 نقابه. لكن الان اسئله تطرح، المغرب الان في مخاض النقاش حول اي مصير للنقابات، انه الان اوان النقابه تطور راسها، النقابه خصها تجاوز، خلي تجيب لي القرار ديال التفصيل وتجيب لي التسويه ديال هذا الملف. النقابه ماشي غير هي، النقابه فيها شي حاجه اخرى، النقابه ماشي تجيب لي التقنيه وتسول لي شنو هاد الليلة والتعويضات العامه، داكشي ممكن خاصو يكون، ولكن فوق ذلك ما
لغادي الان جا باش تعاون الدور ديال هاد الصالح اللي كانوا لاقين كيفاش المنزل وكيمشيو للحبس ومشاو للحبس واستشهدوا وكانوا خالقين توازن في المجتمع. الان نعاود لغادي التعليم بين واحد المدينه. نبغي نشكر الاخت الهام الفهيد على تلبيه هذه دعوتنا. وبالمناسبه الهام هي فاعله جمعويه، فاعله حقوقيه، عضوة المكتب الوطني للمرأة العاملة بقطاع التعليم في المغرب، ورئيسة جمعية الإيماء للتضامن والتنمية المستدامة. كنشكرها بزاف أنها جات من الرباط خضم هذا الزحام اللي كيعرفوا اليوم، كيعرفوا اليوم مدينة الرباط. وحضرت معنا بستها كمتطوعة كما قلت كمراقبة بستها كفاعلة جمعوية. حنا كنبداو اليوم هذا النقاش، كنبداو هذا النقاش ولكن غادي نستمروا فيه في لقاءات أخرى. فكان في إطار افتتاح ديال هذا اللقاء كنعطي الكلمة، بغيت نعطي الكلمة ممثلة لجنة المرأة العاملة في قطاع التعليم بالمحمدية باش تعطي واحد الكلمة. قبل ذلك غادي ندير واحد استراحة قصيرة جدا ديال سموها ناحية الفطور، وبعد ذلك غادي نبداو العرض ديالو. تفضلي يا أستاذ. سعيدة بتواجدكم معنا في هذا الاحتفال البهيج بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، ونتمنى كنساء أن يكون هذا الاحتفال ليس احتفالا مناسباتيا بل هو احتفال على امتداد السنة، لأننا في حاجة ماسة إلى النضال والكفاح من أجل انتزاع الحقوق ومن أجل الحفاظ على مكتسباتنا التي تريد هذه الحكومة أن تجهز عليها بالكامل. أظن أنني أرحب بكم وبكنا جميعا بضيوفنا وضيفاتنا باتحاد أخوات اتحاد تقدم النساء المغرب. أحيي خاصة حضور الأخت الفاضلة المناضلة كبيرة وفاء، فلنصفق لها جميعا. باسم لجنة المرأة العاملة بقطاع التعليم المحمدية، شكر خاص للسيد رئيس المركز المغربي للتربية المدنية الممثل في شخص أستاذ المناضل السي سعيد. باسم لجنة المرأة العاملة بقطاع التعليم، قبل أن نبدأ أي شيء من هذا المنبر أريد منكم أن نجعل من هذا اليوم، وأن مناسبة 8 مارس هي مناسبة يوم غضب ضد كل من يحاول أن يمس حقوق المرأة وحقوق نساء التعليم وحقوق المغاربة جميعا. ونحن اليوم أيضا نريد أن نجعل من هذا اللقاء منبرا للاحتجاج ومنبرا للرفض ومنبرا لمساندة المسيرة المليونية الآن في الرباط، مسيرة من أجل وحدتنا الترابية. نحيي عاديا المرأة التعليمية على انخراطها في الإضرابات. قصدي الكاتب الإقليمي النائب الكاتب الوطني الأستاذ فوفيفي محمد، وإخوان ديالنا ديال المكتب الوطني، ولا ننسى أيضا الأختين المناضلتين معنا عضوتي اللجنة الإدارية للاتحاد التقدمي وعضوتي المكتب الوطني الأخت خيا ملكة والأخت مريم. فمرة أخرى مرحبا بكنا في هذا اليوم البهيج، وشكرا لكم وشكرا لكنا على حضوركم. فتفضلوا لنا بهذا الفطور الشهي. شكرا. نعطي الكلمه الان للاخ السعيد ممثل السي عبد المال رئيس المركز
المغربي التقي المغربية الذي تحقق عليه الحضور ويبلغ الجميع التحية ديالو طرف طارق حال دون حضوري معنا ولكن ينوب عنه الأخ السحي أبو الكريم عافية وزنك مشكور. شكرا لك السحي ماشي بكرة سبحانك تسويش اليوم يوم العالم يوم الماضي تسألك دين ماشي إذن أرحب في هذا اليوم السيدات والأخوات العاملات في قطاع التربية والتعليم أو في قطاعات أخرى لهذا اليوم اليوم العالمي للمرأة الذي دشنه القرن العشرين بوفاة 125 عاما وكان ذلك هو يوم الانطلاق ليعتبر يوم تنيا من كل مارس يوم العالم للمرأة فالمركز المغربي للتربية المدنية بجميع أعضائه وأطوره يبلغ كلنا التحية ويجددها ألف مرات فاسم أصدقائي في المركز المغربي للتربية المدنية ليحمي دلالات ودعائم في اسم التربية المدنية فهي تجمع كل القطاعات التي تعمل في المجال المدني منهم النقابات والأحزاب ولا ننسى الصحافة التي تراقبنا في هذا الحفل فهي أيضا تدخل ضمن القطاع المدني إلى جانب الجمعيات فكان المركز المغربي للتربية المدنية منفتح منذ تأسيسه سنة 2004 إلى اليوم منذ انطلق يشتغل في مجال المواطنة والديمقراطية والسلوك المدني داخل المغرب وخارج المغرب ولكن ارتقت هيئة الأمم المتحدة أن تأخذ من المركز المغربي للتربية المدنية مركزا رائدا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبدأت تقدم له الدعم الكافي من أجل الانفتاح أكثر فأكثر وهذا الانفتاح كان أول مرة مع نقابة العتيمة مع اتحاد المغربي للشغل ومع الجامعة الوطنية وهذه هي مرة المنفتحين على محيطنا النقابي والصحافي وعلى باقي الجمعيات لنحتفل بهذا اليوم ونتمنى اسم مركز المغربي للتربية المدنية الذي يبلغ منتهيا من جديد نتمنى ان يبقى هذا التواصل الفعال قائما وان تبقى هذه التجربه مستمره وان يبقى هذا الالتحام دائما واجدد لكم مره اخرى الترحيب. شكرا اخ السحي. يتزامن اللقاء بيننا اليوم مع احتفال العالم باليوم العالمي للمجتمع المدني. الصدق الجميلة أننا اليوم كما قلت في هذا اللقاء المريء يتزامن مع أن العالم كله يحتفل كما قلت بالمجتمع المدني. وأحنا كما قال السيسي سعداء تعلق بين المقررات ديال المؤتمر الوطني العاشر ديال الاتحاد المغربي للشغل كان في هذا المقرر ديال ضرورة انفتاح النقابة على المجتمع المغربي نحن في مدينة محمدية كنا مبادرين على هذا الانفتاح وعرفنا الإيجابية مع جميع المكونات داخل هذه المدينة السعيدة ولنا الشرف بذلك بحيث أن علاقة المودة الصداقة والمحبة هي التي تجمعنا مع جميع الإطارات الجمعوية داخل مدينة محمد. هذا
هذه المسألة كما قلت تخلينا أن ننوع الأنشطة ديالنا. حيث كما كيعرفوا بعض الأخوات أننا منفتحين على العمل الثقافي، العمل الإبداعي، العمل الفكري، وأيضا العمل الحقوقي في جميع التجليات ديالنا. حنا نوسخ عرفنا مع المركز المغربي للتنمية المدنية باعتبار أن هذا هو النشاط التعليمي.